وبيشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا كده ان انا كنت حاسه امبارح او كتير من الناس كانوا بنقول ان يعني بالليل حتى كان نسبه الرطوبه مرتفعه شويه، فبدانا نقلق، هل هي فعلا هترجع مره تانية درجات الحراره ترتفع ولا ايه؟ لا، هي نسب الرطوبه بالفعل بتزيد فترات الليل، لان احنا نسب الرطوبه العاليه بتكون فترات الليل، يعني اللي هي احنا بنقول نسب الرطوبه تتجاوز 90 او 80% بتكون فترات الليل بشكل كبير، خاصه لما بيكون في هدوء في سرعات الرياح انا بحس بوجود نسب رطوبه في الجو. لكن احنا قيم درجات الحراره مستمره معانا حول المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه، فيها تحسن، حتى تحسن طفيف في قيم درجات الحراره عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية. احنا طبعا بنتأثر بوجود امتداد لمرتفع الأزوري أو المرتفع العروض الوسطى اللي معاه كتل هوائية معظمه قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ودي كتل معتدلة في قيم درجات حرارتها. كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى. السحب دي بتحجب جزء من أشعة الشمس في فترات النهار وبتساعد على تلطيف الأجواء أو بتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة بالفعل لسه موجودة في الجو، لأن احنا بنقول الكتل معظمها قادم من على البحر المتوسط فأكيد محملة بانبخار المية، فده بيؤدي لوجود نسب رطوبة في الجو اللي بتخلينا نحس ان ال 33 دي 35 درجة مئوية. فبالتالي لسه احساسنا بالطقس خلال فترة النهار الطقس الحار الرطب في الاماكن الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة الوقت اللي بنسجل فيه قيمة درجة الحرارة العظمى. بنيجي على فترات الليل الصغرى بتنخفض مع غياب أشعة الشمس، بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة وبنسجل قيم درجات حرارة ما بين 26 ل 27 درجة مئوية، لكن بنحسها أعلى طبعا زي ما قلنا في الأول عشان عظمة الرطوبة بتكون فترات الليل. فأجواء فترة الليل بتكون في مجملها أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات، لكن في الأماكن اللي بيكون فيها نشاط للرياح وبحس بوجود نشاط للرياح اللي هي بتبقى الأماكن المفتوحة أو الأماكن المكشوفة أو حتى كمان المدن الجديدة بحس بنسب رطوبة أقل، فبالتالي بحس ببعض الاعتدال في الأحوال الجوية. طبعا نتيجة وجود نسب رطوبة في فترة الليل أو فترات الصباح الباكر الظاهرة الجوية المؤثرة في الوقت ده شبورة طبعا. ووجود الشبورة المائية طبعا. الشبورة المائية بتأدي كمان لانخفاض في الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية بتتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس بتختفي، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة تدريجي بتبدأ تختفي والرؤية على الطرق بتتحسن بشكل كبير. كمان اليوم متوقع إن شاء الله يكون معانا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، لأن احنا بنقول في تأثير لمنخفض جوي وفي كمان سحب على الأماكن الساحلية بشكل كبير، فعندنا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن الساحلية وخاصة في شمال الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية دمياط بورسعيد رفح العريش. الأمطار دي بتكون على فترات متقطعة ومش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. بصفة عامة الأحوال في كافة المحافظات مستقرة بشكل معتدلة ومستقرة بشكل كبير، يعني الحمد لله ما عندناش أي ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. كافة المحافظات قيم درجات الحرارة فيها حول المعدل، حتى كمان محافظات الصعيد بقت قيم درجات الحرارة فيها منخفضة. وهل كمان المحافظات أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين خلاص انتهت الموجة اللي كانت متواجدة هناك من حالة عدم الاستقرار من أمطار غزيرة ورياح؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا من عدة أيام وبدأت الأمطار تتلاشى تماما من المحافظات الجنوبية اللي هي الأقصر أو أسوان أو حتى الوادي الجديد، واستقرت الأحوال بشكل كبير وانخفضت كمان قيم درجات الحرارة بعد المحافظات دي ما كانت بتسجل قيم درجات حرارة تجاوز ال 44 درجة مئوية، بدأنا نسجل قيم درجات حرارة 39 و40 درجة مئوية،
وكمان عندنا اعتدال في حركة الملاحة البحرية، يعني البحر الأحمر والبحر المتوسط ارتفاع أمواج عليه ما بين 1.5 ل 2 متر، مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. بقدر الإمكان نستمتع بالأجواء في كافة محافظات الجمهورية. احنا خلاص بنقترب من فصل الخريف تدريجي، كل ما تقدمنا أكثر في شهر 9 كل ما حسينا أكثر بالتحسن في الأحوال الجوية، كل ما فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بدأ يزيد. بس وارد يحصل تغير في الأحوال الجوية بشكل كبير، لأن الفترة دي فترة انتقالية، يعني وارد يحصل تغير في التنبؤات أو التوزيعات الضغطية. عشان كده احنا مصلحتنا الأساسية في الفترة دي إن احنا يوميا نتابع النشرات الجوية. بالفعل عشان كده احنا بنتابع طبعا مع حضرتك يوميا، أو بنتابع مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي علشان نطمن عن حالة الطقس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 33، الصغرى 26، العاصمة الإدارية 34، 25، اسكندرية 32، 23، العلمين الجديدة 31، 24، مطروح 31، 25، دمياط 32، 25، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 34، 24، السويس 35، 25، العريش 33، 23، كاترين 31، 15، طابا 34، 26، حلايب 34، 29، شلاتين 37، 28، شرم الشيخ 37، 28، الغردقة 38، 28، الفيوم 36، 24، بني سويف 36، 24، الوادي الجديد 39، 25، أسيوط 37، 24، سوهاج 38، 25، قنا 40، 27، والأقصر 40، 27، وأخيرا أسوان 40، 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، لكن احنا بنتمتع بأجواء صيفية معتدلة حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله، وعشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي برنامج صباح الخير يا مصر حالة الطقس. هرجع مرة تانية لمحمد بسنت علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديرة.